الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا رب العالمين مشاهدينا الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء مع ورتلناه ترتيلا هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر فضائية اليرموك كل يوم سبت من خلاله نحاول أن نتعلم كيف نقرأ كلام الله وكيف نتلوه حق تلاوته وكيف نتدبره ونفهمه ونصحح تلاوتنا بناء على معرفة وفهم أحكام التجويد ونكون بإذن الله تعالى من المهرة بالقرآن الذين هم مع السفرة الكرام البررة فعلى بركة الله نبدأ وسيكون حديثنا في بداية الأمر عن قواعد الرسم في المصحف الإمام والمصحف الإمام جميع التي كتبت في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل نسخة منها أو تكون مصحفا إماما وبمجموع هذه النسخ استنبط العلماء من خلالها القواعد التي من خلالها ضبط الصحابة رضوان الله عليهم طريقتهم في الكتابة وكان لهم مخالفات للرسم القياسي الإملائي وهذه الطريقة التي ابتكروها كان القصد منها رعاية أن يستوعب الرسم القرآني جميع وجوه القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لم تنسخ هذه القراءات من خط يستوعبها ولذلك كانت القضية الأولى قبل هذا أن المصاحف كتبت من غير تنقيط ولا تشكيل التنقيط والتشكيل إنما جاء في مرحلة لاحقة بعد أيام الإمام علي رضي الله تعالى عنه وفي أيام الدولة الأموية بدأ تنقيط المصاحف ثم تتابع حتى أصبح التنقيط وضبط المصاحف نقط الإعجام ونقط الإعراب على ما سيأتي الحديث عنه في حلقات لاحقة بإذن الله تعالى إذن كتبت المصاحف مجردة من التنقيط والتشكيل حتى يكون هيكل كل كلمة محتملا لما ثبت وصح من القراءات التي فيها الكلمة الواحدة كما قلنا في كلمة فتبينوا أنها تقرأ أيضا فتثبتوا وكلمة ننشرها تقرأ ننشزها وهكذا كلمات كثيرة فالخط الواحد يحتمل أكثر من رسم أكثر من قراءة الرسم الواحد يحتمل أكثر من قراءة استنبط العلماء فيما بعد قواعد الرسم التي اتبعها الصحابة وكانت هذه القواعد هي قاعدة الزيادة قاعدة الحذف وقاعدة الإبدال وقاعدة الهمز وقاعدة الفصل والوصل وقاعدة ما فيه قراءتان وكتب على إحداهما فهذه القواعد الست سنتحدث عن كل واحدة منها بالترتيب بإذن الله تعالى
وأرجو من الأخ المخرج أن القاعدة الأولى من هذه القواعد حتى نتحدث عنها، قاعدة الحذف. هناك تحذف، أي لا تكتب في خط المصحف، لكن إذا أردنا القراءة لابد من قراءتها، فهذه الحروف غير موجودة في خط المصاحف ولكنها موجودة في النطق، لها قيمة صوتية، ولذلك جاء علم الضبط ليضع لنا إشارة هذه الحروف. إذن هناك خمسة أحرف هي التي تحذف، ويعني نلاحظ هذا الرسم: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وإذ واعدنا، هنا كلمة واعدنا مكتوبة في المصحف وعدنا وليست مكتوبة بالألف، فحذف هذه الألف مثال على قاعدة الحذف. في القرآن الكريم أيضا قوله تعالى: مالك يوم الدين، نجد أن كلمة مالك مكتوبة ملك، ميم ثم لام ثم كاف، الألف محذوفة هنا، علما بأننا في رواية حفص ومن وافقه نقرأها مالك، وفي رواية أو قراءة بعض القراء نقرأها ملك. إذن فيها قراءتان، ولكن كتبت بما يوافق قراءة جمهور القراء الذين قرأوا ملك، وبناء على ذلك يكون هذا الرسم محتملا لقراءة من قرأوا ملك على وجه التحقيق، ومحتملا لقراءة من قرأوا مالك تقديرا وليس تحقيقا. إذن هناك حروف تحذف، من هذه الحروف التي تحذف أيضا حرف اللام أحيانا، كما في كلمة الليل، الذي، التي، فهذه الكلمات الأصل فيها الليل، لام التعريف وبعدها لام ليل، لكن عندما تكتب في المصاحف تكتب بلام واحدة ويوضع فوقها التشديد، ومثلها أيضا كلمة الذي والتي وما أشبه، فإن هذه اللامات تحذف واحدة منها وتبقى اللام الثانية وعليها شدة للدلالة على أن هذا الحرف مكون من حرفين، حرفا واحدا. من الحروف التي تحذف حرف الواو، كما في كلمة داوود وكلمة يلوون وإن تلووا أو تعدلوا، هذه الكلمات فيها واوان ولكن حذفت الواو الثانية منهما، فنكتب داود، داود بواو واحدة، وعلماء الضبط وضعوا واوا صغيرة للدلالة على الواو التي حذفت. كلمة ننجي مثلا من الكلمات التي حذفت منها النون رسما، وكذلك ننجي المؤمنين، نجدها مكتوبة بنون واحدة ثم جيم ثم ياء، وعلماء الضبط ألحقوا نونا صغيرة للدلالة على هذه النون المحذوفة. أيضا الياء تحذف في كثير من المواضع، كما في كلمة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، كلمة يستحيي كتبت بياء واحدة وحذفت ياء إذ كانت الكلمة فيها ياءان، ومثل ذلك يقال في كلمة النبيين فإنها تكتب بياء واحدة، وذلك أيضا كلمة إن وليي، وليي، وكلمات كثيرة تحذف منها هذه الياء.
إذا الألف والواو والياء واللام والنون هي الحروف التي تحذف أحيانا من بعض الكلمات القرآنية، وهذا كله ضمن قاعدة قد يكون الحذف للدلالة على قراءة، قد يكون للإشارة، قد يكون للاختصار أو للاقتصار، كل ذلك موجود ومبين ومبسوط في الكتب التي ألفت في رسم المصاحف العثمانية. القاعدة الثانية هي قاعدة بأن يزاد الحرف، يزاد الحرف بحيث يكون موجودا في الكتابة، موجود في خط المصاحف، ولكن هذا الحرف ليس منطوقا به. فعلى سبيل المثال كلمة أولئك، أولئك نكتبها أولئك بعد الهمزة عندنا واو، هذه الواو مثبتة في المصاحف ولكن في النطق ليس لها وجود. وعلم التجويد يعتمد على المنطوق وليس على المكتوب. المكتوب له أهميته، ولكن في أثناء علم التجويد يعتمد على كيفية النطق بالحروف والحركات وأبعاد الحركات أيضا. إذا كلمة أولئك هذه الكلمة فيها واو زائدة، إذا أردنا أن يعني نقرأ هذه الكلمة وما أشبهها من كلمات فهذه الواو لا ينطق بها، أولئك، إذن همزة مضمومة بعدها اللام مباشرة، ومثلها كلمة هؤلاء، أولئك، وما أشبه. الألف تزاد أحيانا كما في قوله سبحانه وتعالى مئة ومئتين ولأذبحنه وما أشبه ذلك من كلمات. طبعا كلمة مئة كان الذين كتبوا المصاحف خوف أن تشتبه بكلمة منه، ففي القرآن وردت كثيرا كلمة منه، ولأنه لا ضبط ولا تشكيل لابد من تفرقة بين كلمة منه وكلمة مئة، ففرقوا بأن وضعوا هذه الألف الزائدة من كلمة مئة ومئتين، فوضعت فصارت تقرأ مئة ولا يجوز بحال أن تقرأ ماء. كلمة فيه لا تشتبه بكلمة منه ولا بكلمة مئة، لأن الفاء تكتب من اليمين باتجاه اليسار حتى تدور الدائرة ثم توضع بعدها الياء من غير تنقيط، يستطيع واحد أن يميز بين فيه وبين منه وبين مئة، يستطيع أن يميز من خلال طريقة كتابة. إذن لا اشتباه بين فيه ومنه، وإنما الاشتباه بين منه ومئة، ومن أجل هذا وضعت هذه الألف. في كلمة لأذبح نجد أن هذه الكلمة التي وردت في سورة النمل يوجد عندنا ألف زائدة، وألف هي صورة للهمزة، إذن هذه الألف عندما توضع هي زائدة ولا ينطق بها، فلا يجوز أن يقرأ أحد لا أذبحنه وإنما لا أذبحنه. من الكلمات التي زيدت فيها الواو كلمة سأريكم، ووردت في موضعين في سورة الأعراف سأريكم دار الفاسقين، وفي سورة الأنبياء سأريكم آياتي فلا تستكبرون. هذه الكلمة وضعت فيها الواو زيادة رسمية، أي زيادة في الرسم وليس لها أي قيمة صوتية، لا يجوز أن نقرأ سأريكم وإنما سأريكم. الياء أيضا من الحروف التي
تزاد، وهذه الياء بعض الكلمات زائدة كما في قوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد. نجد أن هذه الكلمة في سورة الذاريات مكتوبة بياءين، ولكنها تقرأ بياء واحدة، وليس هناك إدغام ولا تشديد، وإنما هي ياء زائدة. عن بعض أهل العلم والبحث في التفسير يقولون هذه زيدت للدلالة على سعة، ويبدأون بمحاولة يعني البكت أو لطائف من خلال هذا الأمر، لكن هي القضية قضية اصطلح عليها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما كتبوا هذه المصاحف، ولو وجدنا شيئا مقنعا في البحث لأخذنا به، لكن في الغالب يعني ليست قائمة على منهجية علمية، محاولة يعني استخراج لطائف يدل عليها هذا الرسم، وكأنه توقيف أو وحي من عند الله. كما سبق أن قلنا، الرسم القرآني اصطلاح واجتهاد من الصحابة، ويجب على الأمة أن تحافظ عليه وأن تطبع المصاحف موافقة لهذا الرسم، وهو لم يأتي من خلال الوحي. نأخذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ سامية عصام. مرة ثانية. سامية عصام. أهلا، تقرأين من سورة المعارج. بسم الله. طبعا أول من يقرأ دائما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا وراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى للسوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه جزوعا إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين العظيم من عذاب ربهم مشفقون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، قراءتك طيبة يا دانيا، قراءة متقنة إلى حد كبير، ولكن انتبهي للقلقلة في المعارج، أدبر وهكذا، أن توفي الأحكام والغنات حقها بشكل أكثر. قراءتك متقنة وممتازة بحمد الله، وبارك الله فيك، وشكرا على اتصالك. القاعدة الثالثة من قواعد رسم المصحف الإمام هي قاعدة الإبدال، وقاعدة الإبدال تعني أن يبدل حرف مكان حرف آخر، فهناك
كلمات حقها أن تكتب بالألف ولكنها كتبت بالياء. نلاحظ مثلا كلمة يا أسفا، كلمة رمى استسقى، هذه حقها أن تكتب بالألف ولكنها كتبت في المصاحف بالياء، وبعض الناس يسميها الألف المقصورة، لكن في الأصل ياء، وكتبت ياء بناء على الأصل في كثير من الكلمات. ومثل ذلك أيضا كلمة والضحى، يغشى، سجى، ما زكى، وما أشبه ذلك. إذن حقها أن تكتب بالألف ولكنها كتبت بالياء بدل الألف. هناك مثلا بعض الحروف مكتوب كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فكلمة صراط بالصاد، وبعض القراء يقرأها بالسين وبعضهم يقرأها بالصاد، فاختيرت كتابتها بالصاد لقوة حرف الصاد وإطباقه، فهو أقوى من حرف السين. ثم علماء الضبط يضعون سينا صغيرة فوق هذه الصاد إذا ضبطوا على رواية من يقرأ بالسين. ومثل ذلك في كلمة يبسط وكلمة بسطة، المسيطرون وما أشبه، فتكتب بالصاد ويوضع سين صغيرة فوق أو تحت الحرف للدلالة على قراءة أخرى أو أن هناك وجهين تقرأ بهما هذه الكلمة. أيضا من قاعدة الإبدال كلمة يعني أن تكتب التاء المربوطة تكتب تاء مبسوطة مفتوحة، وهذا ورد في كلمات كثيرة، فمثل كلمة ابنة، شجرة، سنة، فطرة، كلمة، بينة، وهذه الكلمات مبثوثة وموجودة، لكن بعض هذه الكلمة بعض هذه الكلمات كتبت بالتاء المبسوطة للدلالة على أن هناك قراءة أخرى بالجمع، فمثلا في سورة فهم على بينة منه كتبت بينة بالتاء لأن فيها قراءة بينت بالتاء وبينات بالجمع، إذن فيه إفراد وفيه جمع في هذه الكلمة، وهناك كلمات أخرى مشابهة لهذه الكلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ محمد ناصر. حياك الله يا محمد، ماذا ستقرأ؟ سورة الواقعة. لكن حاول تخفض الصوت شوية علشان نسمعك. طيب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، خافضة رافعة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، هباء منبثا، هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة
بارك الله فيك يا محمد، قراءتك جيدة، نريد منك اهتماما أكثر بأحكام التجويد حتى تتقنها وتضبطها إن شاء الله تعالى. أسألك سؤال، هل تعرف ما معنى على سرر موضونة؟ لا. كلمة موضونة معناها منسوجة، أبدع النسج وأفضله وأحسنه. إذا كلمة موضونة منسوجة. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. اتصال آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ بتول. أهلا وسهلا بتول، ماذا ستقرأين؟ سورة طه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بارك الله فيك يا بتول، قراءة طيبة، ونلاحظ أنك أيضا تراعين التعليم والترقيق بشكل جيد وأحكام التجويد عموما بشكل جيد، بارك الله فيك. أسألك سؤال يا بتول، كلمة طه هل هي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي من الحروف المقطعة في القرآن الكريم. أحسنتي، هذه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها من الحروف المقطعة في فواتح سور القرآن الكريم، وكذلك ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الحروف المقطعة في فواتح السور. شكرا على اتصالك يا بتول وبارك الله فيك. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود، فكونوا معنا وبارك الله فيكم. زيت زيتنا ذهب وأردننا بذهب وبفخر، أعلى جود وأنقى زيت وأحسن منه ما لقيت. زعتر من عيش ومحلى هاي القطرة النقية، معاصر أبو عدية. أبو عدية، هاي التنكة وصلها لأولادي في الولايات المتحدة الأمريكية. أبشر. معاصر أبو عدية على أتم الاستعداد لتوصيل طلباتكم من زيت الزيتون والجبنة الفريدة الأصلية والجميد الكركي والسمنة البلقاوية للأهل الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومات الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للطبيعة السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس أكاديمية الرواد الدولية. تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز. أحدث الوسائل التقنية والأنشطة آمنة. إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر لنا.
نفسه ووطنه. عشر سنوات العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد، رواد التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونبدأ بأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، مين معنا؟ علاء ناصر. أهلا وسهلا، ماذا ستقرأ يا علاء؟ سورة النبأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتألون عن النبأ العظيم الذي يختلفون كلا سيعلمون ثم لا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم شدادا وجعلنا سرادا وهاجا صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا آلاء، قراءة طيبة ما شاء الله. أنت في أي صف؟ في الصف الثاني. هل تعرفين ما معنى وجعلنا نومكم سباتا؟ لا. يعني السبات لأنه يقطع التعب الإنسان، فالإنسان إذا يعني نام وأخذ شيء من السبات يزول عنه التعب الذي كان معه، ينقطع البرنامج كل ساعة. كيف؟ ننتظر برنامجك كل سبت. أما هو كلمة السبت جاءت من يعني القطع، يعني انقطاع التعب. اليهود كانوا يزعمون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح السبت، فسمي يوم السبت. لكن الله سبحانه وتعالى يرد على كذبه. نعم إن شاء الله. يرد على كذبهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. شكرا يا آلاء على اتصالك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، مين معنا؟ قتيبة من الزرقاء. من الزرقاء، أهلا وسهلا يا قتيبة، ماذا ستقرأ؟ أول صفحة من سورة التحريم. التحريم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وهو العليم الحكيم. وإذ أسر على بعض أزواجه حديثا فلما نبأ وأبصره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد
قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وأبكارا. أين الأحكام يا قتيبة؟ أين الأحكام في هذه الآية؟ ممكن تعيد الآية وتقرأها بأحكام تجويد. ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائبات وأبكارا يا أيها آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله قراءتك جيدة، ولكن نريد اهتماما أكثر بأحكام التجويد والغنات والإخفاء والإدغام بشكل أحسن حتى تكون قراءتك إن شاء الله في أعلى مستوياتها. وشكرا لاتصالك وبارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ وعليكم السلام. أهلا وسهلا حمزة، كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا ستقرأ؟ من سورة الكهف. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا تستعجل يا حمزة، لا تستعجل. حاول أن ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أجرا حسنا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لا تستعجل، لا به من يا علم حمزة. ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم عملا. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حمزة، نحن نحب قراءتك القراءة المتقنة وليست القراءة المستعجلة، لأن هذه القراءة بسرعة ستضيع أحكام التجويد وتضيع بعض الحروف وتضيع بعض الحركات، وعندئذ أجر على هذه القراءة. نريد قراءة إن شاء الله تعالى تراعي فيها الأحكام بصورة جيدة ومتقنة ولا تستعجل، لأن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني إيش على مكث؟ على تمهل. على تمهل وهدوء بدون استعجال حتى يقرأ ويتقن ويتدبر ويفهم. شكرا على اتصالك. معنا اتصال آخر أيضا. السلام عليكم يا زيد. أهلا ومرحبا. ماذا ستقرأ؟ سورة الملك. بسم الله.
سورة الفلق بسم الله. النبأ. أيوة سورة النبأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم كان ميقاتا يوم ينفخ في فتأتون أفواجا. مرة ثانية أعد الآن. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجلت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم، بارك الله فيك. قراءتك جيدة وفيها أناه وتمام، ولكن نريد أيضا أن تهتم أكثر بأحكام التجويد تتقن وترتقي إن شاء الله. أسألك شكرا. يعني أنت في أي صف؟ في الخامس. في الخامس، هل تعرف ما معنى وأنزلنا من المعصرات؟ ما هي المعصرات؟ هي الغيوم والسحب التي ينزل منها الماء من أجل أن ينبت في الأرض، وإن شاء الله رب العالمين يسقينا الغيث قريبا عاجلا بإذنه تعالى. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك يا زيد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ساجدة، كيف حالك؟ الحمد لله. أي صف في المدرسة؟ عمري 18 سنة. مرة ثانية. 18 سنة. ما شاء الله. ماذا ستقرأين؟ آخر صفحة من سورة البقرة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه قلبه. مرة ثانية ومن يكتمها فإنه آثم. لا تستعجلي يا ساجدة، اقرأي بهدوء حتى كام إن شاء الله. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ومن يشاء والله على كل شيء قدير آمنوا بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا ساجدة، قراءتك جيدة ولكن نريد أيضا سهولا أكثر وحرصا على تحقيق وإتقان الأحكام بطريقة أفضل. وأنبه على واغفر لنا، عندنا في رواية حفص هذه بالإظهار، يعني لا ندغم الراء في اللام، واغفر لنا وارحمنا. وفيك وشكرا على اتصالك. اتصال آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تسنيم. إن شاء الله من سورة الإسراء. من سورة الإسراء، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا صدق الله العظيم. الله فيك يا تسنيم، قراءة متقنة إلى حد كبير، ولكن لو كنت تقرأين بتمهل وأناه لكانت متقنة بشكل أكثر. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ أهلا وسهلا محمد، ماذا ستقرأ؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا محمد. نأخذ الاتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا إسراء. السلام عليكم. ماذا ستقرأين إن شاء الله؟ سوف أقرأ من سورة المؤمنون. سورة المؤمنون، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
لهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم المفلحون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم كذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق العظيم. ما شاء الله يا إسراء قراءتك جيدة ولكن نريد اهتماما أكثر بموضوع التفخيم والترقيق ادرسي جيدا الحروف التي تفخم والحروف التي ترقق حتى تتقني أكثر وأكثر إن شاء الله وشكرا على اتصالك أيضا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ماذا ستقرأ يا محمد من سورة المدثر بسم الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر صدق الله العظيم صدق الله العظيم قراءتك مستعجلة يا محمد نريد قراءة إن شاء الله تكون بأناه وهدوء وتكون متقنة مراعا فيها أحكام وحبذا أنك لو أنك لم تقف حتى ينتهي المعنى يعني إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر هكذا تكمل الآيات إلى عند عليها 19 فيتم المعنى إن شاء الله تعالى بارك الله فيك وشكرا على اتصالك السلام عليكم معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام محمد بالقراءة أهلا وسهلا أم محمد ماذا ستقرأين من سورة البقرة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. ما شاء الله يا أم محمد قراءتك طيبة ومتقنة إلى درجة كبيرة وإن شاء الله تكونين في ازدياد من الإتقان والأداء الحسن والطيب. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم يا أدهم. وعليكم السلام، كيفك شيخ؟ الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. حابب أقرأ آيات من سورة البقرة لو سمحت. من سورة البقرة، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنا يا أدهم أو فقدنا؟ انقطع الاتصال. معنا اتصال آخر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ محمد جميل. أهلا وسهلا محمد، ماذا ستقرأ؟ سورة الغاشية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لا تفخم اللام. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا نعم نعم لا يسمن لا يسمن ولا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لجنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف مسجدت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم إن إلينا اسمع لي يا محمد إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ليست مشددة الياء ليست مشددة ليست إيابهم إيابهم بارك الله فيك يا محمد قراءتك حتى الآن يعني تحتاج إلى مزيد من فهم الأحكام وتطبيقها وإن شاء الله تعالى الطريق أمامك وبارك الله فيك وشكرا على اتصالك بقي معنا أن نتحدث عن قواعد كتابة بقي منها ثلاث قواعد وهي قاعدة الهمز وقاعدة المفصول والموصول وقاعدة ما فيه قراءتان أما قاعدة الهمز فنلاحظ أن الهمزة تكتب أحيانا أو تأتي في بداية الكلمة فتكتب أحيانا على الألف صورتها الألف وأحيانا تكتب على السطر مباشرة من غير صورة وإذا جاءت في وسط الكلمة تكتب أحيانا كما في كلمة مستهزئين ليس لها صورة ليس لها تجلس عليه كذلك كلمة متكئين مثلا أو متكئون أو الصابئون لا يوجد نبرة أو كرسي لهذه الهمزة فكتابة الهمزة بطرق متعددة كل ذلك كان السبب فيه الحرص على أن الكلمة الواحدة عندما تكتب تستوعب فيها من القراءات القرآنية نأخذ القاعدة التي بعدها وهي قاعدة المفصول والموصول هناك كلمات أحيانا تكتب متصلة كما في أن لن فإن لم أحيانا تكتب موصولة كلمة واحدة فإن لم وأحيانا تكتب إن لم إن وحدها ولم وحدها وأن لن وما أشبه ذلك هذه قاعدة طويلة وعريضة في القرآن الكريم فيها كلمات كثيرة بعضها كتب موصولا وبعضها مفصولا وله أهمية في موضوع أين يوقف على كل كلمة أو على كل حرف من هذه الحروف ما المواضع التي يوقف عليها والتي لا يوقف عليها لأن القاعدة الأساسية أنه لا يجوز أن يوقف في وسط الكلمة بل في نهايتها ثم القاعدة الأخيرة وهي ما فيه قراءتان وهنا يعني نتحدث عن شيء مخصوص ما فيه قراءتان والرسم الواحد لا يحتمل القراءتين كما في كلمة وقالوا اتخذ فيها قراءة أخرى قالوا اتخذ هذه فرقت في المصاحف العثمانية فكتبت في بعض المصاحف بإثبات الواو وكتبت في مصاحف أخرى بحذف الواو حسب القراءة قالوا اتخذ وقالوا اتخذ كلمة وسارعوا في سورة آل عمران كتبت في بعض المصاحف سارعوا هذا في مصحف المدينة ومصحف الشام وكتبت في بقية المصاحف وسارعوا الواو كلمة وبالزبر كتبت وبالزبر وكتبت والزبر وكذلك وبالكتاب المنير والكتاب المنير وهذا هاتان الكلمتان في سورة آل عمران ومثلها كلمة إلا قليلا إلا قليل وهكذا نجد أن هذه ومثيلاتها وهي يعني أقل من 100 كلمة وزعت في المصاحف العثمانية فكتبت في بعضها بطريقة وفي بعضها بطريقة أخرى حتى تحفظ لنا هذه القراءات ليس فقط حفظا في الصدور وإنما أيضا حفظا في السطور بحيث كانت مكتوبة في المصاحف التي كتبت أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما كتب الصحابة هذه المصاحف جميعها وأمر عثمان رضي الله عنه بإرسالها إلى الأمصار
حلت المشكلات التي كانت تعترض طريق كثير من المسلمين في اختلافهم في القراءة، وصار كل أهل مصر مرجعهم ذلك المصحف الذي بين أيديهم والقارئ الذي يقرئهم. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذا اللقاء المبارك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.